السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم جبت لكم وصفة تاع بريوش أو بريوش صحي 100%. هنا عملته بدقيق القمح الكامل، وباش يكون صحي أكثر وندخل عليه ويكون أقل سعرات حرارية، خاصة الأفراد العائلة أو أحد من أفراد العائلة يكون حمية أو يتبع ريجيم، ومدى بينا يكون توازن غذائي في كل الاكل تاعنا، يكون نظام غذائي متوازن كي ناكلو مع بعض. هذا البريوش باش يكون اكثر صحي واقل سعرات حراريه، دخلت عليه كميه من القرع الاحمر، وكذلك استعملت هنا السكر البني اللي كما نعلم جميعا انه اقل سعرات حراريه من السكر الابيض. استخدمت حليب خالي الدسم، وكذلك زبده بدون كوليسترول، هكذا باش يكون صحي اكثر. نمشي نشوفوا مع بعض مقادير وطريقه تحضير هذا البريوش، فرجه ممتعه. باش نحضروا هذا البريوش الصحي، انا هنا نمشي ندخل عليه القرع الاحمر، راه الثمن تاعو راه رخيص بزاف هاد الايامات. كيما هاد الحبه شوفوا قداش كبيره، 100 دينار. استعملوها لعده وصفات، مالح وحلو نحتاجو في هاد البريوش. انا هنا استعملت دقيق القمح الكامل، تقدروا اللي ما يحبش يعمل دقيق القمح الكامل يعوضها بالفرينه العاديه. نحتاجو هنا للزبده، المقادير دوك نحطهم لكم في صندوق الوصف. الزبدة تكون بحرارة الغرفة. استعملت السكر البني، الحليب، أنا استعملت حليب خالي الدسم كما راكم تشوفوا. بالنسبة للفرينة استعملت هاد الفرينة اللي راتجيني عدة أسئلة عليها، فرينة تماما، بيضة واحدة، خميرة فورية، ملح والقرفة غبرة. نبدأ المقادير دوك نكتب لهم في صندوق الوصف. نبدأ ندفي الحليب ونعملوها على ديك الخميرة الفورية. هنا نبدأ بالحليب، عملته ودفيته، نضيف عليه هنا ملعقة كبيرة هنا تاع الخمارة الفورية، ونزيد نضيفو عليه السكر ونخليوها يتفاعل. خلطوها ونخليوها جانبا تفاعل، تقدروا كاع تغطيوها وتخليوها تفاعل. أنا نيما شان نعجن في البيتخان، تقدروا تعجنو غير بيديكم. نعمل الفرينة دقيق القمح الكامل، نزيد عليها السكر، الملح، القرفة، نخلط هكذا غير بالمعلقة. هنا نضيف البيضة ونضيف هذيك القرع الأحمر. هنا ملاحظة فقط، بخروها ولا سلقوها، بخروها من الأحسن بخروها باش تطلق لكم الماء تاعها، ما تطحنوهاش هكذا. سوقتو لكانت شوية قصحة بخروها، تبخر تاعها ما ياخذش وقت كبير، 7 دقائق إلى 10 دقائق. ونزيدو ديك الخمارة اللي تفاعلت عندنا، والزبده شويه ندوبوها، ما تخليوهاش كاع حادك، ندوبوها شويه قليلا فقط. كما تقدروا الزبده تستعملوها بحراره الغرفه، تضيفوها في الاخير. هنا ما كنتش ذكرت لكم في الاول كميه الحليب، الكليه هي 170 مليلتر، استعملت 50 غرام او 50 مليلتر لتذويب الخميره، والباقي نزيدوه الان دافئ، دائما كون دافئ الحليب. وهذه هي قوام العجينه اللي نتحصلوا عليها تاع البغيوش. انا نحبوه هكذا باش يجيكم خفيف. هنا ملاحظه فقط للاخوات اللي محبين يسيو هذا البغيوش ويعملوه بالدقيق العادي، الدقيق الابيض اي الفارينه العاديه، تقدروا تستعملوا نفس الطريقه ونفس المقادير. هنا نغطيو لاباط نتاعنا، العجينه تاعنا نغطيوها ونحطوها في مكان دافئ في المطبخ، ونخليوها حتى يتضاعف الحجم تاعها ونوليو لها. شوفوا العجينة خمرت، شوفوا الحجم تاعها كي تضاعف، شوفوا كي ولات. نحاول هكذا ديغازيها، نخرج منها الهواء، نحطوها على لو بلون دو ترافاي. دائما نستعين دقيق القمح الكامل. نهبط العجينة على لو بلون دو ترافاي تاعي، كيما راكم تشوفوا العجينة راها ماجية إلاستيك مطاطية وراها هشة. نحاول نعمل لكم أشكال. ننسي نعمل كرات متساوية. هنا قسمت هكذا للعجينة، نبسطها الوراق، ما تقوهاش بزاف، تعملوش دقيقة بزاف، دائما الفرينة باش ما تغبنكمش.
نحتاج صفار بيضة، نطليها بصفار البيض العجينة، نحتاج سكر بني، ونحتاج مبشور برتقالة، نزيد نعمل عليها شي السكر البني. نزيدو مبشور برتقال باش هكذا نكثرو فيها النكهات تجي مليحه بزاف. الان نلوي هكذا العجينه، نجيبو السكين خليت هكذا اصبع، حاولي اصبع ونفتح، نفتح في الوسط. كنتو شفتو معايا هذه الطريقه في بغيوش، كنت عملته لكم. نقلبو هكذا، نخرجوا هذاك فين عملنا السكر البني والبيض والبرتقال مبشور البرتقال، ونلويوها هكذا بهذا الشكل. نعاود نغلقوها هكذا، نوضعوها في صينيه ونخليوها تعاود تختمر من جديد. هنا قبل ما نخليوها يتضاعف الحجم تاعها، نطليوها بالجون داف. هنا هاد هنا هنا اختياري كيفاش تزينوا هذا، انا ندير لكم انا افكار فقط. نعملها هنا، نمشي نعملها هنا بودور القرع دائما. كاش عندكم متواجدين اعملوا حبيبات السكر، هذاك لو سوكرون غران، سينو ما تعملوا والو، هكذا فقط باش يجي الشكل تاعها جميل. نخليوها تضاعف الحجم تاعها وندخلوها في فرن مسخن على درجه 200 درجه مئويه، تاخذ اللون الذهبي ونخرجوها. وهذا هو البغيوش تاعي بفرن الدقيق القمح الكامل، هو دبحت ما طاب. شوف كي انا حبيته هكذا احمر، خليوه يبرد، عملتو عليه انغو يبرد، ونعاود نشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. هي نورمالمون حتى تبرد ونقسمها لكم تشوفوا كي جا من الداخل، ما نقسمه لكم تشوفوه جا بغيوش عادي. ها شوفوا كيفاش جا، جا هش بغيوش عادي، عملناه بدقيق القمح الكامل. وهذا هو الشكل النهائي تاع البغيوش تاعنا اليوم اللي استعملناه استخدمنا فيه دقيق القمح الكامل، وكذلك القرع الاحمر اللي ان شاء الله نشوفوا هذا القرع الاحمر دوك نشوفوه في عده وصفات مالحه وحلوه. هكذا كي تشريو حبه ما تفسد لكمش، تستعملوها في عده وصفات. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، ما تنساوش الى عجبتكم الوصفه لايك لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو، واللي اول مره تدخل قناتي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.